السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، ويفرج همومكم ويكشف غمومكم وينفس كروبكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة. أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الطيب. سنتحدث عن قصة 11 امرأة لكي نتعلم من هذه القصص كيف نتعامل في بيوتنا، كيف نتعامل في بيوتنا. فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. نسأل الله لكم التوفيق. اليوم رح نعيش مع قصة 11 امرأة، ورح نتأمل في قصتهم ونتأمل في معاني حديث أم زرع، حديث عظيم فيه معاني كبيرة جدا وفوائد عظيمة جدا. فنعيش اليوم بإذن الله تعالى مع قصة 11 امرأة، قصص جميلة جدا، معاني عظيمة جدا. الحديث روي في صحيح البخاري، رواه البخاري في صحيحه في كتابه وفي باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، لكن كان يسمع من زوجاته. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت قصة 11 امرأة. هذول 11 امرأة جلسوا وتعاقدوا، قالوا اليوم رح نحكي، كل واحدة تحكي عن زوجها، تعرفوا حكي نسوان، فكل واحدة تحكي قصتها في زوج عن زوجها وقصتها في بيتها وما تخبي. فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. فتعالوا نعيش مع قصة 11 امرأة، وكل واحدة شو حكت عن زوجها، والأشياء السلبية نتركها. المتزوجين جيب ورقة وقلم، الأشياء السلبية اتركها، والأشياء الإيجابية تمسك بها. وهناك نصائح أيضا للنساء في هذا الحديث، نسأل الله أن ينفعكم، ونسأل الله أن يوفقنا لكي نقوم بهذه المحاضرة على أتم وجه ونؤديها على أتم وجه. نسأل الله التوفيق. سنبدأ بإذن الله تعالى الآن، وسنقف مع كلمات الحديث. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقط. الآن 11 امرأة، الحديث رواه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة، كم عددهم؟ 11. فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى. الآن عندنا 11 امرأة، كل واحدة بدها تخبر حكي نسوان، ما شاء الله شغالين، كل واحدة تحكي عن زوجها، اللي مدحت واللي قصفت واللي ما شاء الله يعني قالت إنه كويس، واللي قالت أنا ما بديش أحكي خبره، يعني كل واحدة إلها قصة. فتعالوا نبدأ بواحدة واحدة منهم، وفي تأمل في كلمات عظيمة. هان احنا بدنا نعيش مع اللغة العربية اليوم، نعيش مع معاني اللغة العربية. وهذا الحديث شرحه شراح كثير وبينوا فيه معاني كثيرة جدا جدا جدا، لأن اللغة العربية فيها معاني عديدة. يعني أنت عندما تقول أنت كسيارة المرسيدس، فأحيانا يمكن يقصد الشخص أنك أنت غالي، أحيانا يقصد شخص أنت غني، يقصد شخص مثل الصلابة، ويمكن يقصد شخص يقصد مثل السيارة، يعني تحمل أشياء كالحمار يحمل أسفارة، يعني عنده علم أو عنده كتب لكن ما يستفيد منهم شيء. فاللغة العربية فيها معاني دلالية بلاغية. نحن نفتخر باللغة الإنجليزية اللي هي كلها 600,000 كلمة، أو اللغة الفرنسية 200,000 كلمة، اللغة العربية 12 مليون كلمة، وأيضا كلمة لها مشتقات ومعاني بلاغية وفصاحية، في بلاغة كبيرة جدا في اللغة العربية. فتعالوا نتأمل قصة 11 امرأة
ونتأمل في البلاغة، بلاغة الوصف لهؤلاء الرجال الأحد عشر وقصتهم. فقالت الأولى، تعال نشوف شو قالت الأولى. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه الأولى، فهمت شيء؟ طلاسم هي؟ لا، هذه كلمات عربية فصيحة، معاني بليغة. هي تقول أنا زوجي لحم جمل غث على يعني جبل وعر، وهذا جبل وعر، لا سمين فينتقى يعني ما يختار ولا ينتقل، يعني ما تقدر تنقل من مكان إلى مكان لكي تستفيد منه. طيب شو معنى هذا الكلام؟ شو معنى هذا الكلام؟ هذا المعنى هنا المعنى أنه زوجها سيء الخلق، لحم غث، لحم رديء، لحم جمل قاسي، فهو قاسي في تعامله، أيضا على جبل، على رأس جبل، ومش كمان جبل سهل، لا جبل وعر، يعني إذا بدي أطلع له أتعب. وهذه كناية إنه متكبر، وكناية إنه بعيد، لا عنده خلق عاطفي ولا عنده أيضا تعامل جيد، وأيضا متكبر على جبل وما يستفاد منه بشيء، فهو أيضا كجمل الضعيف، حتى مش سمين حتى يأخذها الناس ويأكلون ويستفيد منه، لا لا لا، ما يستفاد منه بأي مصلحة من مصالح الحياة، لا في أمورها العاطفية ولا الاجتماعية ولا التعامل معها، يعني رديء في كل نواحيه. يعني الرجل ينبغي أن يكون في خلقه جيدا، في تعامله جيدا، عنده أشياء يرجع لها، حتى لو عنده أخطاء، عنده سيئات، لكن جمل غث على جبل متكبر، ما في عاطفة، ما في خلق، وما في فائدة منه كمان. كل هذه الأمور اجتمعت عند هذا الرجل، ما في أي فائدة منه. فهذه معاني بلاغية بالنسبة لأول واحدة. خلينا نشوف الثانية شو قالت. الأولى ما شاء الله شغالة قصف، طيرت جبهته يعني لزوجها، ما في عنده أي خلق حسن، كل الأشياء اللي عنده سيئة. طيب الثانية شو قالت؟ قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه الثانية تقول: أنا زوجي لا أبث خبره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني زوجي لا أبث خبره، أخاف ألا أذره. هذه كناية زي والله خلص ما بديش أحكي لك عنه، يعني خلص ما بديش أحكي لك عنه، زي إنه حكى لك كل شيء ما بدي أحكي عنه، يعني قد ما عنده أشياء سيئة، فلو حكيت لكم القصة راح تطول، شو بدي أحكي لأحكي، من وين بدي أبلش لأبلش، من وين بدي أبلش معكم. زوجي إن أذكره يعني أذكر عجره وبجره، عجره وبجره، العجر هو العروق التي تخرج على الرقبة، والبجر عروق تخرج على السرة، فكلها يعني مساوئ، يعني تقول عنده مساوئ خارجية ومساوئ داخلية، يعني في الأخلاق، في التعامل، في كل إشي. زوجي إن أبث خبره أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني زوجه عنده أخلاق سيئة من كل النواحي، وما شاء الله هذه أعطته قصف أرض جو طيرت جبهته كمان، ما خلت فيه شيء، ما خلت فيه خلق، ما خلت فيه تعامل حسن، ما في عنده شيء هذا الرجل. وكمان كيف الخطاب، إنه ما بدي أشوف البلاغة، شوف بلاغة اللغة العربية. زوجي لا أبث خبره، إن أخاف ألا أذره، يعني أخاف إني ما أخلي شيء، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه الثانية كمان زوجها أخلاقه سيئة، يعني احرص على أنك يكون أخلاقك في البيت جيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا تكون زوجتك تقول والله أنا إذا أذكره أخاف ألا أذره، يعني هذا ما عنده شيء من الفوائد، ما عنده شيء كويس، مش من باب أنه
عنده حسنات وسيئات، هي تقول هذا شيء، لأن المرأة إذا قالت أنه زوجي ما عنده شيء كويس وعنده أشياء كويسة هذا كفر بالعشير. لكن نحن نتحدث إذا الزوج عن جد ما عنده شيء، بخيل، لا عاطفة، لا اهتمام، لا ولا شيء، كلها أخلاق سيئة. فزوجته إذا بدها تجلس بين النسوان تقول لهم أنا أريد أن أتحدث عن زوجي إن أذكره أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تلقى النسوان يتفرج عليه، شو ماله هذه، شو فيه، مش فاهمين إشي. هذا الحديث لابد أن النسوان يشرحونه أيضا. يعني العلماء قالوا إنه هذا الحديث عندما يشرحه النساء يشرحونه بنفسيتهم، يعني النساء عندما يخاطبون لهم نفسية، لهم أسلوب. عندما تقول لك لا أريد يعني أريد، اذهب يعني تعال. هناك أشياء تختلف من الرجال عن النساء، تختلف في نفسيتهم، في عاطفتهم، في أسلوبهم، في كلامهم. فهذا الحديث أيضا ينبغي النساء أن يشرحونه ويقفوا معه ويتأملوا معانيه. طيب هذه الثانية، خلنا نشوف الثالثة، شو قصة الثالثة؟ بلكن اللي قالنا واحدة مدحت زوجها. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. شو بتحكي؟ زوجي العشنق، يعني هذا الشخص سيء الخلق، تعامله سيء، عشنق، لا يستفيد منه شيء، لا تستفيد منه شيء. وأيضا إن أنطق أطلق، يعني مجرد ما أناقشه في أمر مخه مسكر، مخه مقفل، هذا مخ تبن ما يسمع إشي. إذا مجرد ما آجي أسولف معه يا ابن الحلال إنه لازم نعمل هيك، أنت طالق يا لا تناقشي، طيب لازم يعني إحنا تهتم فيا، لازم أنت طالق، يعني ولا كلمة ولا نفس ولا شيء، نهائيا لا تتكلمي. أنا شو ما أكون معك تتحملي معي، تتحملي من دون ما تناقشيني، أنا صواب، أنا الصح، ما عندي خطأ. مجرد ما تقولي كلمة طالق، روح بيت أهلك. وإن أسكت وعلق، يعني إذا أسكت عن حقوقي معلقني، يعني كأني مش زوجته، ما في لا اهتمام عاطفي ولا بيجي على عندي ولا بتكلم معي كويس ولا ما في شيء. وإن أسكت وعلق زي المعلقة فقط، لا, 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 لا يقدم لها أي شيء. فهذه المسكينة أيضا عايشة مع واحد مجرد ما تتكلم تتطلق، وهي ساكتة متدمرة. فلا بد أن الزوج يسمع من زوجته، يسمع شو بدها، تبث شكواها. هي في حالة غضب، خليها بس تهدأ، خليها تتكلم معك. دائما لابد أنه الحياة يكون فيها تفاهم، ناقشوا في الأمور. هذا الأمر نتيجته هذا الشيء، هذا الشيء نصل إلى هذا الشيء. كيف نربي عيالنا، كيف نعمل، كيف نتاجر أموال، كيف نتعامل مع الأموال التي تجينا، كيف نرتب أمورنا في حياتنا، كيف يكون تعاملنا مع بعض، كل هذه الأشياء. حتى الخلافات لابد أن الشخص يجلس ويتفاهم على جميع الأمور. لكن مجرد ما تكلمت أنت طالق، طيب هي تعيش حياتها هيك معلقة متألمة. أنت أخذت إنسان، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقوارير. هذه الثالثة، خلينا نشوف قصة الرابعة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أخيرا شفنا واحدة تمدح زوجها. هذه تقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يا الله، صفات جميلة. يلا يا شباب، يلا اللي مقبلين على الزواج أو المتزوجين، جيبوا ورقة وقلم، اكتبوا هذه الصفات، صفات جميلة جدا. تقول زوجك ليل تهامة، ليل تهامة، تهامة هو البحر الأحمر اللي يمتد من عندنا من الأردن إلى اليمن. هذا البحر الأحمر ويمتد إلى دول أخرى. هذا البحر الأحمر جانب الشاطئ في الليل فيه هدوء، فيه سكن. يعني نحن قلنا لكم أن اللغة العربية فيها بلاغة. كليل تهامة هي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى حنيته، تشير إلى لطفه، تشير أنه كهدوء وراحة الشاطئ وراحة ليل تهامة
زوجي هكذا في التعامل، في الكلام، في المعاملة، في العاطفة، في كل النواحي لا حر ولا قر، يعني مش حار يحرق ومش بارد يجمد، فهو يعني يقدم جميع الأشياء، يعني مش لين على الآخر ومش صلب، لا متوسط، لأن الرجل إذا كان صلب ويعمل حاله ثقيل يحرق يحرق الزوجة، وإذا كان لين على الآخر شو ما بدك ماشي ماشي شو ما بدك حتى لو أخطاء، فهذا أيضا من الأشياء السيئة، أن الرجل جعلت بيده القوامة فهو يدير الأمور، لكن المرأة شو ما تقول حاضر حاضر حتى لو خطأ، هذا من الخطأ أصلا، هذا من الخطأ، فلا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني أنا عايشة معه ما أشعر بخوف، بأمن، يعني لما يأتي إلى البيت نشعر بأمن، مش لما يجوا البيت ما شاء الله المرأة يعني تصير حالة عسكرية، استنفار في البيت، الأولاد يتخبوا تحت الطاولة، وهذه جاء أبوكم جاء أبوكم، حرب، خايفين كلهم، أو أبوهم جالس ساكتين ساكتين ولا واحد يتكلم كلمة، خايفين، لا لابد أن يكون الزوج مع الزوجة والأولاد يشعرهم بالأمان، الحياة هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعلها سكن، مش حرب، مش قوة، مش سآمة وملل وخوف، لابد أنك تشعر زوجتك بالأمان فتجعلها تتكلم، خليها تتكلم، يعني إذا أنت عندك أخطاء أو هي عندها آلام ما تقدر تشكوهم لك، فهذا شيء لأنها لم تشعر بالأمان اتجاهك، يعني أحدهم يقول أنا متزوج 4 ولا واحدة تتكلم كلمة، أنت خير أم الرسول؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كانوا يناقشونه، والنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم هجرهم من أجل أنهم طلبوا الزيادة، أنه يعطوا زيادة من المال، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، لكن يعلم كيف يتعامل مع طبع النساء، لكن عندك 4 نسوان ولا واحد تتكلم كلمة، هذا من شدتك، ما شعروا بالأمان، شعروا بالخوف، أنت معيشهم برهبة، معيشهم بحياة هي رعب خوف، وأيضا ولا سآمة ولا ملل، فهو لما يجي يجلس يصير يحكي معها، مش شغال ما شاء الله تليفونات وفيسبوك وتلفزيون ولا يتكلم ولا يسأل، لا هي في بيتها لا تشعر بالملل، لا تشعر بالسآمة أبدا، فهي دائما تعيش مع زوجها بأمن، وتعيش مع زوجها أيضا بعدم ملل، ما في سآمة، فأكتب هذه النقاط، أنك تكون كليل تهامة، وأيضا تشعرها بالأمن وما تشعرها بالخوف، وأيضا لا تشعرها بالملل وأنت معها. نشوف اللي بعدها، الخامسة، شو قصة الخامسة؟ شفنا واحدة ما شاء الله مدحت زوجها. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذه الخامسة تقول: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. النسوان ما تركوا حيوان إلا قالوا لنا صفاته، هذيك جمل وهذا فهد وأسد، لا بس هون في معنى جميل، في معنى جميل، إذا دخل فهد، والفهد من صفاته أنه عندما يدخل ينام، ما يدقق على كل شيء، وهذه من الصفات الجميلة، من الصفة أن الرجل يدخل إلى البيت مش ضروري يدقق على كل شيء، ليش هذا زيك؟ ليش هذا هيك؟ ويصرخ وحالته حالة، لابد أنه تتغافل عن بعض الأشياء، الحياة لابد أن يكون فيها تغافل، إن دخل فهد تكون في كالفهد يدخل وينام، مش أنه ما يهتم بأي شيء، لا، لكن الأشياء اللي تسبب مشاكل والأشياء اللي الشخص يقدر يتغافل عنها يتغافل، وإن خرج أسد يعني هو يتغافل في البيت ويحن علينا، لكن عندما يخرج مع الرجال رجل أسد أسد، ولا يسأل عما عاهد، يعني مثلا أخذ منه من ماله شيء يسير، عنده متاع، مثلا عنده غنم كثيرة، أخذت غنمة اللي أخذوها أهل بيتك، راح ببيتك ما في مشكلة، لا تزعل، لقيت محفظتك ما أخذ منها 4 دينار دينار، يا أخي راحوا ببيتك الله يسامح، عادي يستفيدوا منها،
لكن دقق على كل شيء، دقق لي على الشلم، دقق لي على العشر قروش، دقق لي على الورقة، دقق لي على القلم. هذه مش حياة. التدقيق على كل شيء يسبب المشاكل، يسبب الفوضى في البيت. فلا بد أن تكون ممن يتغافل، وأيضا تكون ممن يعني لا يهتم بعض الأشياء الصغيرة، يتغافل عن الأشياء الصغيرة حتى لو أخذت من جيبتك، من جيبك لا تهتم بها. أخذ دينار، أخذ قلم، أخذ عندك غنم كثير، ألف راس، أخذ راس عادي يا أخي، ذبحوه أكلوه في البيت، يعني لا تزعل. فأنت تعمل من أجل من؟ أنت تسعى من أجل من؟ من أجل أولادك. فأنت عشان شيء بسيط تريد تعمل مشاكل؟ لا تهتم. خلينا نشوف السادسة شو قصتها. هاي ما شاء الله اثنين مدحوا وثلاثة ذموا، خلينا نشوف السادسة. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البف. أوه، هذا قصته قصة، هذا قصته قصة السادس. هذا السادس مشكلته مشكلة، هذا مشكل كبير. هذا السادس يقول إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج البف ليعلم، يعني ما في، ولا يولج البف لي، ولا يولج الكف ليعلم البف، ما في ما في. هذا الرجل كما يقول الشيخ حسن الحسيني، هذا الرجل نسميه الرجل اللولبي. هذا عنده حركات لولبية هيك، شفت لما انت تكون صغير تيجي تنط لولبي هيك تصير. فهذا الرجل عنده حركات لولبية كلها دائرية. اذا اكل لف يعني عندما ياكل ما يترك شيء، شرح يأكل كل شيء، وإذا شرب اشتف اللي بالإناء يشرب كله، وإذا نام التف يعني يأخذ البطانية ويأخذ اللحاف ينام لحاله. فعنده هنا شرح بالنسبة للأكل والشرب والناحية العاطفية، ما في عاطفة. فهذا الرجل إذا أكل راح، ما خلى شيء بالصحن، أكل كل شيء حتى ما يأكل مع أهله. يعني الصحن راح، الصحن مع الخبز ما شاء الله والأكل وراح راح، ما خلى شيء. ولما يشرب، يشرب له كاس مية أو شيء، راح شرب المية شفطها شفط، ما خلى فيها شيء ولا نقطة. يعني يمسك قارورة المية، راحت المية كلها. ولما ينام خلص ياخذ اللحاف لحاله وينام لحاله. فعنده لؤم اجتماعي، عنده سوء في الخلق في التعامل، ناحية العاطفية، ولا يولج البف، يعني حتى بالنسبة لا يولج الكف ليعلم البف، يعني حتى نفسيتها ما يعرف نفسيتها. البف هو الحزن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فحتى الحزن والآلام التي عندها ما يسألها، الجروح اللي عندها ما يسألها. ناحية العاطفية بعيد عنها، ناحية الخلقية ما في أخلاق، ما في. إذا أكل راح، إذا شرب راح، ما ظل شيء. فهذا الرجل من كل النواحي. فدائما ينبغي أن تكون ممن يشارك أهلك، تأكل معهم، تشرب معهم، ويكون في عندك ناحية العاطفية، وأيضا تشوف شكواهم، تشوف أحزانهم، شو الأشياء التي تسعدهم. إذا شفت بوجهها أنها حزين، الإنسان يعرف من وجه، ما تعرفه من وجه، من نبرة الصوت. أنا كفيف أعرف من نبرة الصوت، يعني أنت إذا كنت حزين أو كنت زعلان يبين من نبرة الصوت. فكيف إذا رأيت وجه زوجتك حزينة؟ قل لها شو مالك يا بنت الحلال؟ شو يزعلك؟ ليش حزينة؟ نحن حياة زوجية، حياة ينبغي أن تكون سعيدة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس فيه صفات عديدة، منها أنه يكون وقاية من الحر والبرد، فكذلك ينبغي أن تكون لزوجتك سترة تستر، زينة، فأنتم زينوا بعضكم، قيمة، تقدر زوجتك، صفات كثيرة تكون في اللباس. فالرجل لابد أن يكون هكذا، مش والله بيجيك صحن سدر المنسف، راح سدر المنسف، شفط شفط. يجيك ما شاء الله قنية مية، راحت قنية المية، شفط شفط كلها لحالك. لابد أنك إيش؟ تشارك، لابد أنك تتعاون، وتكونوا يدا واحد، تكونوا مع بعض يعني دائما في كل الأشياء، تأكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، وتنظر ناحية العاطفية
وهذه صفات جميلة ينبغي أن نتخلق بها ونترك الصفات السلبية. إذا أكل التف وإذا شرب اشتف قصته قصة، هذا مشكلته مشكلة. خنشوف اللي السابع، شو قصة السابع مع زوجها. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. هذه السابعة زوجها مخه مطبق، يعني قصتها قصة، تقول زوجي عيايا غيايا طباقة كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. يا شيخ شو بتحكي طلاسم انت؟ لا نحكي لغة عربية، بس احنا بعيدين عن اللغة العربية، ما نقرأ. زوجي عيايا يعني أنه لا يأتي النساء، كناية عن الجماع، وأيضا غيايا من الغي، من الغي، وطباقة هذه كلها صفات على ماذا؟ على أنه مخه مقفل، على أنه عنده حمق، عنده حمق. كل داء له داء، يعني كل مرض موجود عنده، كل خلق سيء موجود عنده، بخل، سب، شتم، ضرب، كل شيء موجود عنده، وما يفهم شيء، مخه مسكر مطبق هذا الرجل. عيايا غيايا طباقة، يعني حتى يعني انظر إلى الصفات كلها. وبعدها شجك أو فلك أو جمع كل لك، شجك يشج الرأس، فلك يكسر، الفل هو الكسر. يعني هذه تقول زوجي يضرب، يضرب أحيانا يشج رأسي مع الضرب، وأحيانا يكسرني، يكسر إيدي يكسر رجلي، وأحيانا يجمع اثنين، يعني يشج رأسي ويكسرني كمان، يعني اثنين مع بعض، شج مع كسر. ونحن أمة الإسلام منهيون عن الضرب، يعني أكثر ضرب أنت مسموح فيه تمسك مسواك وتضربها بالمسواك ضرب عشان تتأدب، خفيف جدا. وهذه الامرأة الناشز التي لا تطيع زوجها فاضربوهن، هذه بعد أن تنصحها، بعد أن تهجرها في المضجع، بعدين تضربها ضرب خفيف، خفيف جدا. ما سمعت حكروا من أهلي وحكروا من أهلي، ما تفاهمتم كل واحد بطريقه، لكن إنك تظلم هذا شيء غير جائز. وما شاء الله يعني زي واحد يقول احنا عندنا لا احنا نشتغل بايدينا ورجلينا ضرب، يعني اذا حكت شيء تشتغل بايدينك ورجلينك عليها ضرب كتكسير توديها على المستشفى. هذا ليس من اخلاق الاسلام، ليس من اخلاق الاسلام، وليس من تعاليم الاسلام، وهو ظلم وستحاسب عليه يوم القيامه. والظلم ظلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم من اهلي. فاذا اذيت زوجتك فانت ليس من خير الناس، وإذا ظلمتها فانتظر الحساب يوم القيامة، انتظر الحساب. الدين بين لنا كيف نتعامل، تنصح، تهجر، تضرب بالمسواك لمسة خفيفة، ثم حكم من أهلي حكم من أهلها. ما تفهمتم؟ ما استطعتم أن تقيموا حدود الله؟ خلص كل واحد يفترق. تقدر تصلح اصلح، ما تقدر لا تضرب، لا تضرب، لا تظلم. فهذا الرجل ما شاء الله شجك أو فلك أو جمع كل لك، شغال ما شاء الله، ضرب أحيانا كسر أحيانا ضرب أحيانا اثنين مع بعض. نشوف قصة اللي بعدها الثامنة، نشوف الثامنة شو قصتها. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. هذه الثامنة قالت ما شاء الله، قلنا لكم النساء هذول ما خلوا حيوان، يعني جمل وأسد وفهد وأسى أرنب. زوجي مس مس أرنب والريح ريح زرنب، شو المعنى؟ شو المدلول البلاغي أو المعنى الذي يريد أن تريد أن تشير إليه؟ المس مس أرنب يعني بيان لأن ملمسه جميل، لأن أخلاقه جميلة، أنه رجل عاطفي، رجل عاطفي. مس مس أرنب فيه لطف، عنده تعامل فيه لطف، فيه حنية، فيه رقة. والريح وريح زرنب يعني الرائحة التي تأتي منه رائحة جميلة، يعني دائما الرجل نظيف يعطر نفسه ويطيب نفسه، فرائحته جميلة وملمسه جميل وكلامه جميل وأسلوبه جميل، راقي راقي في تعامله، وعنده رقي في كل النواحي العاطفية والسلوك والأخلاق. يعني هذا الرجل ما شاء الله عليه. والريح ريح زرنب
مش واحد يجي من دوامه أو مش من دوامه، يعني تلقى ريحة العرق اللي طالعة منه تقتل قبيلة من الجن. لابد أن الشخص يعني تنظف حتى لو كان في العمل، يرجع يتحمم، يعطر نفسه، يضع بخاخ مزيل عرق، يعني ينبغي أن يكون نظيف مع زوجته. يعني أنت لما تخرج برا فقط تتعطر؟ لا، حتى في بيتك مش ريحتك تكون ما شاء الله ريحة العرق طالعة تقتل قبيلة من الجن. قبيلة من الجن واقفة جنبك راحوا فيها. فلازم الشخص يعتني بنفسه وينظر أيضا إلى أسلوبه وكلامه مع زوجته عاطفيا، لأن الحب لا يكون فقط قبل الزواج. يعني في ناس كثير ظنوا أن الحب قبل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال رزقت حبها عن خديجة، وعندما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. فأنت رزقت بزوجة بالحلال، تعامل معها معاملة حسنة، تلطف معها، أحسن إليها، تزين، زين نفسك من أجلها. وكذلك النساء، هذه رسالة للرجال، رسالة إلى النساء والرجال، أن المرأة تتزين كمان. حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل الجهاد في سبيل الله. يعني فقط عندما تتزين لزوجها تأخذ أجر كالمجاهد في سبيل الله، أجر عظيم جدا. نشوف قصة التاسعة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذه التاسعة مدحت زوجها أيضا، تقول زوجي طويل العماد والنجاد، أيضا ذكرت صفات هنا، قريب من الناد أيضا. فصفاته هذا الرجل أنه طويل، يعني حسن، تصف حسنه وجماله. طويل النجاد أي أن معه رمح، وأنه يعني قوي، وأيضا أنه قريب من الناد، أي قريب من الزعماء وكريم. فهذه التاسعة وصفت زوجها بصفات جميلة، صفات مدح في خلقه وخلقه، أنه رجل كريم وأنه رجل سيد، وأن اللئام لا يجلسون قريبين من السادة، لأن السادة يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون من يذبح لهم، فهذا الرجل جالس قريب منهم، فهو يكرم ويذبح الإبل، وأيضا رجل قوي وفارس وطويل، ورمحه دائما معه. فذكرت فيه صفات جميلة، والمرأة ينبغي أن تذكر الصفات الجميلة بزوجها، والرجل ينبغي أن يكون كريم، وينبغي أن يكون شجاع. هذه كلها صفات تحبها المرأة من الرجل. نشوف قصة العاشرة. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هذه العاشرة تقول زوجي مالك، يعني اسمه مالك، وما مالك. العرب عندما تقول وما تعظيما للأمر، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، مالك وما أدراك ما القارعة، وما مالك يعني تعظيما له، مش يعني استقلالا منه. وما مالك، مالك خير من ذلك، يعني مالك خير من أزواجكم كلهم، خير من أزواجكم كلهم. وأيضا زوجي عنده إبل كثيرة، كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقننا أنهن هوالك. هذه كناية عن ماذا؟ أنه رجل كريم، أن الإبل عنده يسرح قليل ويجلس وينذبح، يعني ما يمر عليهم فترة طويلة هم يسرحوا قليلات المسارح. كناية على ماذا؟ على أنه يأتيه أناس، والإبل عندما يسمع صوت المزهر، هذا يعني شيء كانوا يدقوا عليه مثل عود أو شيء في زمانهم، فعندما يسمع صوت المزهر يصير عندهم يقين أنهن هوالك، خلص أنه راح يذبحهم ويكرمهم للضيوف. فهذه كناية على ماذا؟ على كرمه وعلى جوده، وأن الضيوف دائما جالسون عنده
وأن الرجل هو خير، يعني فيه صفات خير مما ذكرتم أنتم كلكم، يعني التي مدحت زوجها زوجي خير منهم كلهم. فهذه أيضا مدحت زوجها بالصفات الجميلة. نشوف الحادي عشر التي ورد الحديث في قصتها ونقف معها وقفات. هذه ما شاء الله تكلمت كثير، أكثر واحدة الحادي عشر وهي أم زرع، والحديث اسمه حديث أم زرع، قصة هذه الحادي عشر. فنشوف مين أم زرع وشو قصة الحادي عشر التي هي أكثر واحدة مدحت زوجها ومدحت ابن زوجها وبنت زوجها وأم زوجها وخادمة زوجها كمان، مدحتهم كلهم ما خلت أحد. والمسكينة يعني شو صار معها بعدين، خلينا نشوف شو صار معها. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي. هذه تقول زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، يعني مدح أيضا تعظيم. أناس من حلي أذني، يعني ملاني ذهب. تعرف النساء يحبوا الذهب، فتزوجها وخلى أذنيها يملأوا ذهب، وأيضا أكلت الأكل كثير حتى صارت سمينة. والعرب قديما كانوا يتزوجون السمينة، يحبون السمينة أكثر، مش مثلنا الآن يدوروا الضعيفة أو المرأة بتصير يعني عودة عظم. لا، هذا الغرب نشر هذا الشيء، وما شاء الله خذ لك شاي ليبتون، شاي الأخضر اللي أحسن تصير ضعيفة، تصير ضعيفة عودة، عودة تصير ما تقدر تشيل شيء. فقديما كانوا يبحثون عن السمينة، فهذا من المدح أنها عندما أصبحت عند زوجها ملأها ذهب، وأيضا أكلت من الإبل والغنم والبقر لما صارت إيش سمينة. أيضا شو قالت أيضا هي مدحا لزوجها: وبجحني فبجحت إلي نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي. هذه الكلمة يعني وقفة، لابد أن نقف معها وقفة. الزوجة تحب منك الكلام بشكل كبير جدا، حتى عندما تذكر لك همومها وتشكي لك، اسمع اسمع ثم قل لها كلمة. يعني هو كان يمدحها ويثني عليها، فالمرأة تحب أن تثني عليها. لو ذهبت لزيارة أهلها، ما شاء الله ابنتكم بتقصر، ما شاء الله عليها، امدحها. اجت أختها عندكم، امدحها، دائما امدحها وأثني عليها، لأنه المرأة تحب منك الكلمة الطيبة. يمكن تزعل منك كلمة طيبة منك ترضى وخلص، ما تنسى كل إشي، تجبر خاطرها. المرأة عاطفية، تأخذ قراراتها عاطفية دائما، فلا بد أن يكون عندك كلمات جميلة تقول لها. فارتقي بكلماتك، يعني اختار كلمات جميلة، مش والله جالس في البيت حط لي صامت سايلنت، ولا حتى رجاج مش شغال، تجلس ساكت ولما يجيك التليفون: هلا أبو أحمد، هلا أبو محمد، كيفك؟ هلا عيني، الله يسلمك، الله يبارك فيك، وتقعد تمدح نص ساعة. هي كانت تفكرك أبكم، يعني ما شاء الله صاير يسولف، يعني عن جد بسولف هو، والله بسولف، وكمان يمدح وعنده غزل وكلمات، الله يسعدك ويبارك فيك يا عيني، الله يبارك، شغال ما شاء الله يسولف. فلازم يكون الشخص خير الناس يكون لأهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فبجحني فبجحت لي نفسي، فرحت إنه زوجها قاعد يمدحها. شو كمان من الصفات عندها، شو قاعد تحكي هذه، ما شاء الله عليها. وجدني في أهل غليمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعن هذه تقول إنه أنا كنت في عائشة، يعني عائشة أهلي كان عندهم غنم، والعرب ما كان يمدحوا كثير الذي عنده غنم، يمدحون الذي عنده إبل أو خيول. فأنا كنت عايشة بشق شق جبل، يعني فقراء، فتزوجني وعيشني بأفضل البيوت، وعندنا إبل وغنم وخيول وزرع، دائس ومنق عندهم زرع يحصدوا ويزرعوا. فعنده أقول هسا الآن تقول هي: فعنده أقول فلا أقبح. يعني كل هذه الصفات موجودة في هذا الرجل، تزوجها وملأها ذهب وأكلت وشربت عنده، ورجل غني وعنده إبل وعنده غنم وأيضا عنده زرع، كل هذه الأمور عنده. فشو تقول الآن؟ أنه أي شيء تقوله عندها لا تقبح،
أتركته أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. تقول أنا عنده أتكلم لا أقبح، يعني لما أتكلم شيء ما يقول لي أسكتي أنت شو فهمك أنت شو دريكي، هذه أشياء ما كان يقولها. وهذا هؤلاء في الجاهلية على فكرة، هؤلاء قصتهم، هؤلاء أناس في الجاهلية. ونحن أتانا دين الإسلام، دين الإسلام الذي جاء لكي يتمم مكارم الأخلاق. الدين مش فقط صلاة صيام حج زكاة، الدين معاملات، حديث كامل يتحدث لك عن المعاملة مع الزوجة، المعاشرة الحسنة. فعنده أقول فلا أقبح، أسكتي لا تتكلمي، يقعد يسب ويشتم، لا يسمع مني. وأركض فأتصبح، يعني أنام، مش أركض زي إحنا نركض حط رجلك أركض، لا أركض وأتصبح، يعني من إنه عنده خدم وما مش بحاجة إني أنا أعمل. مش إنسانة والله كسولة، لا، زوجي عنده خدم يعملون، عنده جواري، عنده خدم، عنده عبيد، فأنا أنام وأتصبح لما يطلع الشمس من كثر النعم الموجودة عند زوجي. وأشرب فأتقمح، وتقول أيضا أشرب وأتقمح، يعني أشرب الماء وما شاء الله عنده ماء وعنده خير، دلالة على الخير الذي عنده. وبعدين بلشت الآن راح تمدح أم أبو زرع، وبعدين ابنة أبو زرع، وابن أبو زرع، وخادمة أبو زرع، أربعة راح نعيش معهم كمان. يلا زي واحد يقول هذا، نقف مع هذه النقطة آخر شيء. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع. الآن هي تقول أم أبي زرع، تقول أم أبي زرع يعني كناية عن إيش؟ عن كرمها، أنها كريمة وبيتها دائما ما شاء الله عامر بالناس. فهي تمدح أم زوجها، هذا شيء موجود عندنا ولا مش موجود؟ ما شاء الله مسلسلات تركية ما خلوا، والهندية إشي هوش بين الكنة والحماء، هوش حرب شغالين أصلاً. هي لما تتزوج، قبل ما تتزوج عارف أنه في حرب رح يجي، لماذا لا يكون أنه ابنتي، هذه ابنتي يعني، وهذه هي أمي، أعتبرها أمي. نعم هي أم زوجي فهي أمي. هان هي تمدح أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، تمدح فيها أنها كريمة وأنه بيتها دائما عامر بالناس، فمدحت الأم. والزوج يحب أنك تمدح، تمدحي أمه، والزوجة تحب أيضا. يعني هذه رسائل الآن، هذه الرسائل كلها إلى النساء. قبل كنا نتحدث عن من؟ عن الرجال، الآن في كمان توجيهات إلى النساء. فأيضا الرجل يحب أنك تمدح أهل زوجتك، تمدح أبوها وأمها، مش خلص زوجتها وخلص انتهى والله، يعني خلص أنا أخذتها ومش بحاجة أني أمدحهم أو أسلم عليهم أو أشوف أحوالهم. لا بد أنك تمدحهم وتفتخر فيهم وتقدرهم وتحترمهم. فأم زرع هنا تمدح أم أبي زرع، ثم قالت ابن أبي زرع، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبه، وتشبعه ذراع الجفرة. هنا تشير إلى ابن أبي زرع، والشراح يقولون إنه مش ابنها، مش ابنها هي، لا، ابن أبي زرع من زوجة أخرى، من زوجة أخرى. فهي تمدح هذا الابن أنه ينام مكان قصير، يعني ينام أي مكان عادي، وأيضا أكله يعني الغنم، من الغنم ما عمره 4 أشهر. هذه كناية على ماذا؟ على أنه ليس شره، وأنه يأكل ما يكفيه. فتمدحه أنه رجل ليس بشره، وأيضا أنه يأكل شيء خفيف وينام في أي مكان، يعني في أي مكان حتى لو هذا المكان ضيق ينام. فكناية على أخلاقه الجيدة، وأنه ابن بار بوالديه، وأنه ابن حسن، وأنه جيد. فتصف ابن أبي زرع وتمدحه، وتمدحه يعني ما في عداوة، ما في والله يعني عداوة بينهم إن والله هذا ابن زوجته الثانية، ما في عداوة، سلامة في القلب. تمدح أيضا، ثم ستمدح ابنة أبي زرع. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها،
وملء كسائها وغيظ جارتها. تقول بنت أم زرع طوع أبيها وأمها، يعني هذه البنت ما شاء الله عليها بارة بوالديها، تحسن إلى والديها، وأيضا هي سمينة. قلنا لكم العرب كانوا يمدحون السمينة، يمدحون السمينة، وتغيظ جاراتها، يعني جارة جيرانهم يغيظون منهم من شدة أنها ما شاء الله تبر بوالديها وتحسن إليهم، وأيضا أنها سمينة وأن عليها حلي وأيضا جميلة. كل هذه الصفات الجميلة موجودة في هذه البنت، صفات جميلة جدا موجودة في هذه البنت، من حسن الخلق وحسن التعامل وأيضا حسن المظهر. كل هذه الأشياء من الصفات الحسنة الموجودة في هذه البنت، فهي تمدح بنت أبي زرع، ثم ستمدح جارية خادمة كمان، ما تركت أحد، هذه ستمدح الخادمة الآن. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. هذه تقول الخادمة أو الجارية لا تبث خبرنا تبثيثا، يعني الأشياء الموجودة في بيتنا ما تنقلهم برا، تكتم الأسرار، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني الميرة الطعام لا تخربه، تنظمه وتحطه مكانه، ما تخرب، ترمي هذا الطعام هناك أو تعبث بالطعام أو ترميه في الحاوية أو تعمل أكل زائد بشكل كبير، لا، هي محافظة على الخلق في التعامل في الكلام، أنها لا تنقل الكلام وما تسبب مشاكل، وأيضا تحافظ على الطعام والشراب في البيت، وأيضا تنظف البيت فلا يكون البيت فيه أوساخ، و يعني يعش فيه الأوساخ، بل هي تنظف البيت أيضا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، هنا قال ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي ما يكون البيت موسخ، لا هي تنظف البيت بأكمله. الآن شو صار؟ الآن راح يطلع أبو الزرع عشان الزرع، يعني راح يطلع في عنده حصاد، طالع على المزارع، المزارع طالع عليها ماشي، فشو شاف؟ في مفاجأة الآن راح تيجي بعد كل هالمدح، في صاعقة راح تنزل علينا من أم الزرع، من أبو زرع قصدي، من أبو زرع صاعقة كبيرة راح تنزل علينا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها فنكحت. فطلقني ونكحها، شو صار؟ يقول أبو الزرع طالع للحصاد فشاف امرأة معها ولدين كالفهدين، يعني صفاتهم صغار، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني يبين في الحديث هنا أنها جميلة، تبين صفات فيها، فطلقني ونكحها، يعني بعد كل هذه الأشياء أبو زرع شو صار يا أبو زرع؟ أبو زرع صدمتنا يا أبو زرع، يعني بعد ما تمدحك وتمدح أمك وبنتك وابنك وخادمتك آخر شيء طلقتها. نعم آخر شيء طلقها، لكن في وقفة هنا. شفتوا أم زرع شو قالت؟ شفتوا قديش مدحت؟ يعني زي واحد يقول هذه عشان كلامها كثير عشان هيك اتطلقت. فشفتوا قديش مدحت زوجها ومدحت ابن وابنة وأم زوجها والخادمة، كل هذا الكلام سطور عديدة، آخر شيء قال فطلقني ونكحها، ما زادت كلمة واحدة، ما زادت كلمة واحدة، مش إنه والله اطلق وبعد ما يطلق والله فلان كان سيء وفلانة كان سيء وحرب، خلص طلقني ونكح انفصلنا، إن أذكره بمحاسنه أو أسكت، مش بعد الطلاق حرب وهو السبب ودعاء الله ينتقم منه، شو حرب هي؟ لابد أن نحسن أخلاقنا. هذه امرأة في الجاهلية تقول فطلقني ونكحها، يعني طلقني وتزوجها بس يوم زرع، بس في شيء زايد؟ ما بدك تفشي غلك؟ ما بدك تحكي للناس وللنسوان عنها؟ لا. طيب طلع اللي بقلبك؟ لا.
فطلقني ونكح، انتهى الموضوع هنا. فتقول فتزوجت بعده، الآن تكمل هنا لأن الكلمة جاءت فتزوجت بعده، يعني ما توقفت الحياة، اطلقت أتى شخص طلبها تزوجت، يعني حتى أيام الصحابة كانت التي تطلق تتزوج. في هذا الزمن لا يتزوجون أو يجدون إشكالية، أو المرأة تقول أنا لا أريد أن أتزوج إذا طلقت يصير عندها عقدة نفسية، لا، الحياة ماشية. ما تفهمت مع شخص، ما قدرت تعيشي معه، طلقتي، تزوجي، شوفي حياتك. يمكن تريدين الأولاد، والإنسان يريد أن يعف نفسه، فمش مش من ما يوجب عليه هذا الشيء، لكن لا تمنع أيضا، لا تمنع. فتزوج فتزوجت بعده، هي تزوجت بعده إيش؟ الآن تذكر تزوجت بعده رجل، وهي ما شاء الله تمدح في الرجل الثاني أيضا. بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. تقول أنا تزوجت بعده واحد ثاني، ما قصر يعني، ما شاء الله رجل كريم وعنده زرع وأخذ خطية، عنده إبل وعنده غنم، وقال يا أم زرع يعني خذي ما شئتي وميري أهلك، يعني أعطي أهلك كمان، وأعطاني من كل يعني رائحة زوجين، يعني أعطاني اثنين من الإبل، اثنين من الغنم، اثنين من كل شيء اثنين. فتقول المرأة الوفية، شوف الوفاء، تقول لو جمعت كل شيء أعطاني هذا الثاني ما بلغ آنية من أبي زرع. في صفات عند أبو زرع مش موجودة عند أي شخص ثاني، أو مثل ما يقول إلى الحب للحبيب الأول، يعني الحب ما يكون إلا للحبيب الأول. فهي هنا تشير أن زوجها الأول قدم أكثر، مش قادرة أنها تنساه، لكن هذا شيء ما يعني أنها ما تتزوج، لا تزوجت لكن بقيت وفية له في قلبها، مش قادرة تنساه، الذكريات موجودة بينهم. فهي مدحت زوجها في كل النواحي وما قالت إلا طلقني فنكحها، وأيضا بعد زوجة الثانية قالت لو أني جمعت كل ما أعطاني الثاني ما بلغ آنية أبي زرع. هذه قصة 11 امرأة. في آخر الحديث عندنا قصة رقم 12، وهي أعظم قصة، لو جلسنا ساعات ما رح نخلص منها. شو هذه القصة؟ استمعوا شو رح يقول، شو رح تقول، أو شو رح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. اسمعوا. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع صلى الله عليه وسلم. يا الله، أجمل ما في الحديث وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أنا راح أكون لك مثل أبو زرع في الصفات وكل شيء، لكنه هو طلق وأنا لا أطلق، وأنا ما أطلقك، أنا أحافظ عليك. هي زوجة عائشة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فقالت عائشة رضي الله عنها أنت خير من أبي زرع، وبالتأكيد هو خير من أبي زرع، هو خير البشر وأعظم البشر. في هذا الحديث فوائد عظيمة، فوائد عديدة نحن أخذناها، وأيضا من أعظم الفوائد شفت قائد الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع لها، وهو الذي عنده في المدينة الأوس والخزرج، الأنصار، المهاجرون، المشركون، المنافقون، اليهود ومشركون مكة، والرسالة التي يوصلها للبشرية، وعنده 9 نسوة، ويستمع لزوجته من أول الحديث لآخره، مش خلصينا، مش زهقتينا، مش ما بدي أسمع، لا، يسمع، وهو خير البشر. مهما كانت عندك أشغال، فالرسول كانت عنده أشغال أكثر منك،
ومهما كانت عندك من هموم فالرسول كان عنده هموم أكثر منك وهو خير البشر، ومهما قلت أنه عندك من الأخلاق فالرسول عنده أخلاق أكثر منا كلنا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان يستمع لزوجته. هكذا عشنا مع قصة 11 امرأة، ثم استمعنا إلى القصة 12 وهي أعظم قصة، وهي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحوار الذي دار بينهم. فتعلموا هذا الحديث واعملوا به وانشروه إلى أهليكم، استمعوه مع أهليكم، شغل المقطع واستمعوا أنتوا أهلك، اجلس استمعوا واستفيدوا، وفي طرفة يعني كمان تضحك، ويعني شيء جميل جدا. أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. هكذا أتممنا بفضل الله، فإن وفقنا فهو في فضل الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله، وإن أخطأنا بشيء أو قصرنا بشيء فهو من أنفسنا، تقصير منا. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. لا تنسونا من الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.